شتى المجالات. هنأ الأزهر الشريف عمال وعاملات مصر الشرفاء بمناسبة عيدهم، موضحا أن قيمة الإنسان تقدر بقيمة ما يؤديه من خدمة لمجتمعه ووطنه وأمته. ويوافق الاحتفال بعيد العمال عطلة رسمية في بعض البلدان. عرف العالم حقوق العمال منذ عام 1869 عندما دشن عمال صناعة الملابس والأحذية والأثاث والمناجم في ولاية فيلادلفيا الأمريكية منظمة فرسان العمل، وذلك كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل لتصل إلى 8 ساعات يوميا. واتخذت منظمة فرسان العمل الأول من مايو من نفس العام يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال. وفي مصر يرجع العديد من المؤرخين تاريخ الحركة العمالية إلى نهاية القرن 19، وبخاصة إضراب عمال السجائر عام 1899 لتزيد المطالبات العمالية خلال ثورة 19 وما بعدها لما شهدته مصر من انكماش الصناعة وزيادة معدلات البطالة. وعبر مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة الإسكندرية عام 1924 أصبحت مصر شريكة للعالم في المطالبة بحقوقهم في يوم الأول من مايو، فقد نظمت مسيرات ومؤتمرات واحتفالات جميعها تضغط من أجل العمال، وذلك حتى قيام ثورة 1952. ومع تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السلطة أخذت المناسبة طابعا رسميا، حيث أصبح الأول من مايو عطلة رسمية في البلاد اعتبارا من عام 1964. وبالرغم من أن النقابات العمالية ظهرت بشكل غير رسمي منذ أوائل القرن الماضي، إلا أن أول قانون يعترف بالنقابات كان القانون رقم 85 لسنة 1942، يتطور القانون ويلغي ما يسمى بنقابات المنشآت عام 1959 ويتم الأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة المعمول به حالياً. ويقود الاتحاد العام للعمال المكون من النقابات العامة 25 الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وتتمثل في الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد محي الدين البسوسي الأمين العام للنقابة العامة للزراعة والري. بعد التحية سيد محمد، في كل عام وفي مثل هذه المناسبة في عيد العمال تتجدد المطالب أو يتجدد الحديث عن مطالب العمال التي لم تتحقق حتى الآن وكيفية تحقيقها. برأيك ما هي أهم هذه المطالب والتي ننتهز هذه الفرصة في لفت النظر وإلقاء الضوء عليها؟ أهلا وسهلا، أولا كل سنة ومصر كلها بخير وعمال مصر كلهم بخير. بالنسبة للمطالب الملحة، العمال خاصة العمالة الغير منتظمة اللي هم بيشتغلوا ويقعدوا يعني عمل موسمي يعني، نعم، دول لهم مطالب ضرورية لأنه هم الفئة الأضعف على مستوى العمال. أهم هذه المطالب مطلوب رعاية صحية، تمام، ومطلوب تأمين نظام تأمين اجتماعي لأن أغلبهم بيعتمد على دخل غير ثابت، تمام، وفي حالة وفاته ما فيش ما يعول الأسرة يعني، فيجب يكون لهم تأمين اجتماعي. كذلك في أماكن التجمع الكبير يعني في المحافظات في أعداد كبيرة من هذه العمالة بيعملوا في صيانة الحدائق أو في جمع القمامة، وإحنا يعني بنحترم الناس دول، يجب احترامهم، يكون في معسكرات إيواء ليهم طليق بها وسائل رعاية من ناحية جهاز تلفزيون يتفرجوا عليه يشوفوا يتفاعلوا مع العالم بصفة عامة، أماكن مريحة، دورات مياه معقولة يعني، وسائل خاصة إن أغلبهم قادمين من محافظات أخرى يعني محافظة بورسعيد مثلا فيها 2000 عامل، دول من محافظات من الصعيد ومن الشرقية ومن البحيرة يعني مش ملهمش سكن في
طيب هل في حديث عن إمكانية إنشاء نقابة مثلا، مظلة تأمينية تابعة للدولة خاصة بالعمال أو العمالة الغير منتظمة كما ذكرت؟ هي العمالة الغير منتظمة بتتبع النقابات العامة الموجودة، يعني عمال الزراعة يتبعوا النقابة العامة للزراعة والري والصيد، العمال اللي بتشتغل بالمعمار تبع للنقابة الخاصة بالإسكان وتبع نقابة عامة نعم. يعني خاصة بيهم. السواقين تبع لنقابة النقل البري يعني بيتبعوا، يعني كل فئة من فئات بتتبع نقابة عامة المفروض بترعى مصالحهم. لا بس في بعض الفئات العمالية زي العاملين في المنازل مثلا، ودي فئة مش قليلة في مصر، ليس هناك نقابة يتبعونها. والله ما فيش ما يمنع ان يشكلوا نقابة، واحنا فعلا في قانون نقابات يتعدل ويعرض على مجلس الشعب ويبقى في انتخابات قريب، ممكن ينشأوا نقابة خاصة بيهم وكلنا بنرحب بكده. تمام، أشكرك أستاذ محيي الدين البسوسي الأمين العام للنقابات أو النقابة العامة للزراعة والري، شكرا لك. قمعت الشرطة التركية احتجاجات غير مرخصة بمناسبة عيد العمال في اسطنبول، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، ومنعت السلطات الدخول إلى ساحة تقسيم التي عادة ما تكون بؤرة للاحتجاجات، وشارك مئات من نشطاء العمال والنقابات في هذه المسيرات، وأشارت مصادر محلية إلى مقتل أحد الأشخاص بعد أن صدمته عربة شرطة أثناء تفريق هذه الاحتجاجات. بمناسبة عيد العمال اجتاحت المسيرات شوارع العديد من دول العالم للمطالبة بإصلاح أحوال العمال المعيشية وتخفيض ساعات العمل وتعديل بعض قوانين العمل. ففي تركيا استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة ومنعها من الوصول إلى ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول، حيث حظرت الحكومة المسيرات في هذه المنطقة وحددت منطقة أخرى في حي قريب من المطار. وفي العاصمة الكورية الجنوبية سول خرج نحو 30,000 عامل في مسيرة حشيدة طافت شوارع المدينة ورددوا الأغاني والهتافات للمطالبة بحقوق أكثر للعمال. وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا طلب آلاف العمال بزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. يجب أن يحصل العمال الإندونيسيون على حقوق أكثر، وعلى الحكومة أن تهتم بهم وتوفر العلاج والتعليم لأبنائهم. أتمنى عدم استخدام العنف ضد العمال عند المطالبة بحقوقهم كما يحدث في بعض المناطق بالعالم. المشهد تكرر أيضا في مدينة هونغ كونغ. نحن نطالب بالعدالة ونحارب من أجل حقوق العمال، كل العمال في هونغ كونغ يعملون لساعات طويلة ولا يتقاضون ما يناسبه من أجور، ولا يزال هناك كثير من المشاكل التي تواجه الموظفين، لذا نريد عرض مطالبنا في عيد العمال من خلال مسيرة. وتعود احتفالات عيد العمال إلى عام 1869 عندما شكل عمال صناعة الملابس في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة فرسان العمل، تنظيما نقابيا يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، وحددوا الأول من شهر مايو من كل عام يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال. وحول المظاهرات التي انطلقت في تركيا وواجهتها الشرطة لأنها غير مرخصة، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل في أنقرة عمر أحمد. عمر، هل اقتصرت التظاهرات التي خرجت في تركيا على ميدان تقسيم بعد أن واجهتهم الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؟ بكل تأكيد لا، هذه المظاهرات بمناسبة عيد العمال هي بعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف في مختلف المحافظات التركية. أنقرة أيضا شهدت
اليوم مظاهرات حاشدة جدا في مختلف الميادين، كذلك المدن الكبرى أيضا يعني كإزمير وأنطاليا وعدة مدن أخرى كلها خرجت للمطالبة بحقوق وحريات العمال من جهة كونه يعني رمزية عيد العمال، ولكن هذه الرمزية تحولت في تركيا أكثر للمطالبة بالحرية والديمقراطية لرفض العنف الذي تمارسه السلطة حسب ما يقول المتظاهرين. يشارك في عيد العمال الكثير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. كانت المعارضة التركية قد وجهت انتقادات كبيرة جدا للحكومة التركية بأنها لا تسمح للمتظاهرين بالوصول إلى ميدان تقسيم، لأن ميدان تقسيم يشكل رمزية مهمة جدا بالنسبة للمتظاهرين الذين يخرجون للاحتفال بعيد العمال في كل سنة. ولكن حسب ما تعرفون أيضا أن عيد العمال في السبعينات من القرن الماضي كان قد شكل أزمة كبيرة بالنسبة لتركيا. كان قد قتل في ميدان تقسيم حوالي أكثر من 30 شخصا كانوا مجتمعين هناك، ومنذ ذلك الحين ميدان تقسيم محرم على العمال وعلى من يريد الاحتفال بعيد العمال، ولكن كل سنة يحاول المتظاهرين الوصول إلى ميدان تقسيم. هذا في إسطنبول، أما في أنقرة هناك الكثير من الميادين تشهد هذه المظاهرات وهذه الاحتفالات، هي يعني مناسبة يعبر فيها الشعب عن غضبه وسخطه في السنوات الأخيرة على نعم. لكن بقية المظاهرات في أنقرة وغيرها من المدن التركية هل شهدت أيضا مواجهات مع الشرطة؟ هناك الكثير من المظاهرات شهدت مواجهات مع الشرطة. هي تحدث بالشكل التالي: كل مظاهرة تخرج في تركيا يعني يتم تسجيل عدد المتظاهرين وأسمائهم والمكان الذي سيخطون خطوة فيه، يعني كل خطوة خارج المكان المحدد ستواجه بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. هناك قوانين صارمة تم اتخاذها في الفترات الأخيرة لمواجهة المظاهرات التي تخرج ربما بعد ما حصل أو مشاهدة تركيا بما حصل في بلدان الربيع العربي بين قوسين. أصدرت هذه القوانين وأصبحت في تركيا قوانين صارمة جدا بالنسبة للخروج بالمظاهرات، ربما تسمح بدقائق قليلة للمتظاهرين أو لمن يريدون التعبير عن أنفسهم، ولكن بصعوبة كبيرة. لدي أصدقاء كثيرين في منظمات المجتمع المدني الذين يتقدمون بطلبات لولاية أنقرة وغيرها من الولايات للحصول على أذون بالمظاهرات، ولكن لإجراء المظاهرات، ولكن الأذون تخرج بصعوبة جدا في هذه في السنوات الأخيرة بسبب يعني إصرار الحكومة التركية على عدم أي صوت ينادي ضدها ويعني يقوم بالتنديد بسياسات. أشكرك جزيلا عمر أحمد من أنقرة. في مدينة شتوتغارت الألمانية شهد افتتاح مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للمهاجرين صدامات مع ناشطين يساريين، دفع الشرطة إلى التدخل واعتقال نحو 500 منهم لبضع ساعات. وقالت تقارير صحفية إن حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تأسس في 2013 كان قد انتقل من رفض العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى معاداة المهاجرين ثم الإسلام. نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصادر بالجيش تأكيده إعلانا من جانب روسيا بشأن تمديد نظام التهدئة حول دمشق لمدة 24 ساعة أخرى. وفي غضون ذلك أعلنت روسيا أن محادثات جارية للتوصل إلى وقف للمعارك في محافظة حلب شمالي سوريا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر